رجعت على البيت، شوف طريقة التحضير. يعطيك العافية. الله يعافيك. كمان في هون ما تنسى في طبخة اوريدي صارت بالفرن. مطبخ نظيف، كل شيء مرتب، تجهيزات. شوفوا الله، هاي شو؟ هاي دجاج بالفرن. لعب يا ولد، اليوم عنا عزيمة. ما شاء الله، شوف زياد وسارة شو بعتولنا. الله كفو. ثانك يو باس. واو كثير حلوة، كان ناقصنا خضار بهالزاوية كمان. ممتاز. لا هاي حقيقية كمان. بدي ربيها، أنا حالي مش عارف ربي. واو جنن. ثانك يو. وبيطلع جوا الكيس هذا الشيء. جايز بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله كلكم. هاي الشنطة من ماي فيفورتس، يعني اللي هي السادل، يعني هاي المفضلة عندي. شوف بتجنن. ممنوع تتمد ايدك على الشيء. اليوم الضيوف رح يجوا، انا هيك رح كون، خلص هيك رح اضل لابسته. كثير حلوه، بتجنن. بدي كل الالوان. انا عارف فتحت حالي بواب حياته مش هتسكر. ثانك يو حبيبي. بتجنن. اي لاف ات. شوي شوي الشنطه بايدي، شوي 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 شوي. سلام عليكم. هلا والله، اول مره بشوف زياد بيوصل اول شيء. انا دائما مواعيدي اصلا. زياد مستغرب انه واصل اول شيء. هاي كيفك اخبارك؟ تفضلوا تفضلوا. والله متاخرين، والله متاخرين. 8 موعدنا. صار الاكل مش جاهز، احنا ما بلشنا الاكل. ايه اهلا. هلا والله. ان شاء الله سلمون. الله زرعات معلم، والله بطل. الله ثانك يو برو. هاي طبيعيه كمان. ايوه حنقعد، انا حقعد ربي زرعات. تفضل تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. اوه نايس. تفضل. لا ما في شرح. لسه باقي كريم ولين وايدي ومشورب. بس اجي المواعيد الزباله. اوه كنافه برو. هلا والله. شو جايب معك؟ بروتين بارز طبعا. تشيز كيك فاكتوري، كيكس وقصص. وبنروح تشوف اشياء. تشيز كيك مع الدنيا. تفضل تفضل تفضل. متاخر جايب تنكت. تفضل تفضل. بسم الله، نحن ماخرين الاكل بس مشان عارفين الناس حتتاخر، ما بدنا الاكل يبرد. الله على النظافه والترتيب. بس اي ثينك براد. واو والله اعتقد انه ندابوا. انت جايب الطريق. انا صراحه يعني ما حبيت كثر. هي بس قطعه واحده. واو هي قطعه واحده، انا جايب 7 ما كثرت. اه يعطيك العافيه. واو ليك شو ما اكبر. زين شو اسمه؟ تشيز كيك فاكتوري. اللي تشوكليت تاور. اه واضح. هي ربع قطعه بس مهبط. هي بالطول بتكون. بس انه هي قطعه. انا اليوم بس مضيق افتح ابواب. هلا والله، يا هلا وسهلا. اخر واحد يا كريم يا مضيع. لك اهلا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا اهلا. يسلمون يسلمون برو. والله بعد زمان. هذول كاسات الشاي اللي وعدتك فيهم. لا لك جوز وما عليك. حنشرب شاي اليوم. لا بس انا متخيله ورا كريم. نورتنا. وجودك فيها علقت. تفضل تفضل اخوي. سارة بتحبي ساعدك بشي؟ لا يسلمون والله. يعني والله اليوم معزومين عند غيث وسارة، بس أنا يعني من الروايح الجميلة. هي إلي وهي. أوه كفو. تعرفي أنا قلت لها لسارة أنا بدي أكلة المعكرونة. والله كفو والله كفو. حبيتها آخر مرة. إيه والله. طب خط لنا مرة سارة. إيه تفقصوا عشان أنا عارف. إيه عادي مرت أخي يعني، مو هلا صح ولا لا؟ المهم هون شغلات جميلة. هدول البندورات بدك ساعدك فيهم بشي؟ لا والله.
ليك 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 هنيك. لا حركات غيث وزياد ما تمشي الحال. طب عن جد ليك ليك هنيك شوفي تفرجي. ما شاء الله دجاج وبطاطا ما شاء الله. والله يا سارة نيالة أبو الغيصة طلقات ظريفة على عيني ما شاء الله. سعدك سعدك لا والله والله سعدك آه صحنا أوكي الأكل رح يجهز يا شباب اللي بده يجي يأكل أهلا وسهلا. ها وأنا مش أكلنا مبارح. أحمد جربوع بعتوا له قولوا له يرد على تليفونه بس لحتى ادق له. سالي قولوا له جوزك لما ادق له بيرد على التليفون. ايوه على الساعة ابل الجديده بتعمل هيك بترد. لسه حسابك بعد شوي هلا لا طول هلا بحكي لكم شو عامل معي. هي اللي انا عم بستناها هي اللي انا عم بستناها. هلا انا هيك لاحظت هلا بنجو والله طيبه انا مش مصدق اصلا. انت بيتوقع على الغطاء يا دائما بيوقع على مرة واحدة وقعت في حياتي. خلص هلا بلا فضايح. لا تدي عليهم غيراني ما بيعرفوا يعملوا هيك. ثاني مرة بس بدي اقول لك بترد ما حاحكي لهم هلا شو عامل. رحت سماح رحت سماح هالمرة. ثاني مرة لما بدي اقول لك بترد شو؟ غيث شفاعي. غيث شفعت له؟ لا معناتها خليني احكي لهم شو عامل. لا لا ابغى اكشن ابغى اكشن. لا 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 بعد يومين شوفي بعد يومين. ها لا 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 يوفقك جربوع شو بك. ها هيك جاي بالي يلبس اليوم انا هيك جاي بالي يلبس اليوم. شو بدك تعمل له يعني؟ عادي عادي شو عم تسوي شو عم تسوي حبيبي بغض النظر البوست اونلاين انت بتستوش. يا جماعة الكل يعمل شير للستوري يبعتها لزياد مقهورين تعرف تان تا 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 وينك والله حيقول لا ابو الريس كواليتي منيحة ما احنا خسارة. تعال طعميني ولا تعال طعميني انا ماسكه ما اقدر اكل. طعميني 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 روح لا تاكل. لا تاكل. هات جايبني هون بدي انا طعميني. لا لا هي مولا شارب شارب بس لفهمك. طب احملها هات لك شغله هي مولا هلا هذول مشكلة انا وعيدي ومشارب حنضل بعيدين. هاي بدي اكل لما تصير ومنخبط بنات يعدوا بعدين اذا بتريد انت عدوا بيطلع شو انا كلهم من البنات غير تسلم ايديك طبخك بجنن والله. هاي مش هاي مش اكلت في مسجد صح؟ اه قولي صار لي ساعات بدي اكل والله عن جد ثانك يو سو ماتش.